لمناقشة أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق في يومهم العالمي ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن السلام عليكم. بداية يعني كيف تقيم أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق؟ ما مدى سماع الحكومة لهم ولأصواتهم ومعاناتهم؟ تحية لك يا أخي الكريم. أهلا بك سيدي. حقيقة يعني كما ذكرت في التقرير، العراق بين الدول الأكثر ضواء على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، 13% تقريبا من المجتمع العراقي هم من هذه الفئة من جراء الحروب والصراعات والعمليات العسكرية المستمرة ومخلفات. طبعا يعني احوالهم بالمجمل هم فئه مهمشه في المجتمع العراقي. نعم. فئه منسيه، ضحايا منسيون، ليس لهم يعني اي حقوق ولا اي تعويض ولا اي جبر ولا يعني اي شعور في تبادل او يعني الشعور بمعاناتهم. نعم. الحكومات المتعاقبه. يعلم جنابك هناك الكثير من الملفات، كثير الكثير من ملفات حقوق الإنسان هي في إما يعني ضي النسيان أو مهملة أو متروكة على الرف كما يقولون. من جملتها طبعا ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يمكن أبدا في ظل حكومات المحاصصة، حكومات الصراعات السياسية، أن تلتفت هذه الحكومات لأمور كثيرة فضلا عن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة. دكتور، لذلك هم يعني في مأساة، ومأساة مركبة ومأساة مستمرة. نعم. طيب دكتور، الجهاز المركزي للإحصاء يتحدث عن نحو 5 ملايين معاق في العراق، لماذا يغيب هؤلاء عن سلم أولويات الحكومات المتعاقبة في العراق؟ هل الحكومات المتعاقبة يعني عاجزة عن توفير حياة كريمة لهؤلاء؟ أخي، تركيبة الحكومات، نعم، تركيبة الحكومات، الصيغة التي يتم بموجبها تشكيل هذه الحكومات تحول دون أن تكون هذه الحكومات حكومات يعني أكفاء، حكومات مثل ما يعني تتمتع بالإحساس الوطني، حكومات لأنه تعلم أنها يعني والمصيبة الأكبر أن هذه الحكومات تشكلها الميليشيات ولها اليد الطولة في المشهد السياسي العراقي منذ 2003 وحتى اليوم. يعني لذلك هو يعني 5 مليون رقم كبير جدا شخص معاناة هم على سبيل المثال في الفقرة 29 من الدستور حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، أي حقوق، أي تمثيل، من يمثل هذه الفئة في البرلمان، من يمثل هذه الفئة في الحكومة، من يشعر بما يعني المعاناة اليومية كل ساعة تمر عليهم حقيقة في حالات كثيرة. طبعا نسبة كبيرة من هؤلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر من 50% نسبة الإعاقة لديهم. يعني هذول يعني هؤلاء من جملة الاحتياجات الضرورية العاجلة ينبغي أن تكون هذه الفئة. يعني 50% نتكلم احنا عن تقريبا أكثر من 1.5 مليون شخص. هؤلاء يعني هؤلاء فقط لديهم احتياجات عاجلة، لكن ما ردت استجابة الحكومة، ما ردت فعل الحكومة، ما الذي تقدمه الحكومة لهذه الفئات، لا سيما هي من ضمن الفئات الضعيفة جدا في المجتمع.
نعم دكتور. والمهمشة والتي لا حقوق لها. دكتور إذا يعني لا يمكن، إذا لا يمكن التعويل على الحكومة الحالية في إنهاء مشكلة المعوقين، ولكن يعني هنا في هذا الإطار كيف يمكن الارتقاء بأزمة الاحتياجات الخاصة وجعلها من أولويات اهتمام المنظمات المحلية والدولية، وخاصة يعني منظمات المجتمع المدني؟ ما المطلوب تحديدا؟ أخي، منظمات المجتمع المدني تأخذ دورها في المجتمعات الديمقراطية الحقيقية، حرية التعبير، مساحات كبيرة للتحرك، ممكن أنه تؤدي، تشعر بأنها هي الدولة، بأن هذه المنظمات لها دور رئيسي في تغيير أو تصحيح أو تصويب هذا المسار أو ذاك. هذا كله حقيقة يعني ضرب من الخيال في العراق بعد 2003. يعني لا صوت يعلو حقيقة فوق، كما ذكرت، الميليشيات مسيطرة بشكل كبير، منظمات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكومية والمنظمات اللي يعني حتى الـ يعني الـ الـ حتى بعض المنظمات التي هي عاملة في العراق ولها دور في العراق يجري عليها التضييق والتضييق والتضييق أكثر فأكثر يوما بعد يوم. لماذا؟ حتى في منظمات الإغاثة بالنسبة للنازحين، منظمات حقوق المرأة، منظمات حقوق الطفل، كل سبب أنه يعني مفهوم الدولة غائب، سيادة القانون لا توجد، النظام القضائي ضعيف جدا، فهذا كله لا يولد أو لا يوفر المناخ المناسب لعمل هذه. من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.